بعض الأمور التنظيمية في انتظار صعود لاعبي النجم الرياضي الساحلي على الإطار الفني والإداري لمنصة التتويج وتسليم درع البطولة للموسم الرياضي 2015-2016 بعد نهاية الموسم والجولة الختامية والانتصار على المستقبل الرياضي بالمرسى بثلاثة أهداف مقابل صفر. السيد ماهر بن ذيه وزير الشباب والرياضة، السيد وديع الجري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وكذلك السيد حفيظ شمباح رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. وبداية المراسم من خلال اسم رضا شرف الدين رئيس النجم الرياضي الساحلي والمدرب فوزي البنزرتي المتوج باللقب الثامن على مستوى البطولات، الثالثة مع النجم الساحلي، أربعة في السابق مع الترجي، وواحدة مع النادي الإفريقي لفوزي البنزرتي. 14 لقب اللي في طيلة مسيرته التدريبية، وهذا اللقب عدد 31 في خزينة النجم الرياضي الساحلي، العاشر في البطولات، 10 كؤوس سوبر تونسي، كأس الرابطة، رابطة الأبطال الإفريقية 2007، زوز كؤوس في السي دو على المستوى الإفريقي، 4 كأس الكاف واثنين سوبر. رضا الجدي من الأسماء البارزة ودور كبير في الإطار الفني، ونخدم مع لومير في المنتخب ومع فوزي في النجم ولومير في النجمة في عامين 4 ألقاب، زوز كؤوس محلية لرضا الجدي، كأس الكاف وبطولة. البداية من جام في 2014 مع الفرنسي، عمل كبير في دراسة المنافسين، التحذير وقراءة اللعب أثناء المقابلات والتشاور على الرسم التكتيكي المناسب، الرجل المناسب في المكان المناسب على مستوى مساعدة فوزي البنزرتي. أسماء أخرى إدارية وفنية، ياسين بوعصيدة ومناف نبي، فيصل الخشناوي. وبداية تتويج اللاعبين من خلال مصافحة وزير الشباب والرياضة ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المحترفة، رئيس الرابطة سيد حفيظ الشمباح، رئيس الجامعة التونسية سيد وديع الجري. مشاهد في أيمن الطرابلسي، نضال سعيد، حمدي النجاز، زياد بوغتاس الذي لم يشارك اليوم بسبب الإصابة، الألوان الحمراء والبيضاء والاحتفال على الطريقة الأوروبية بطريقة مميزة. اليوم احتفال النجم ببطولته العاشرة، المدير الرياضي زياد الجزيري، القلب النابض والعين التي لا تخطئ على مستوى الانتدابات والأسماء اللي وقع تدعيمها للرصيد البشري للنجم الرياضي الساحلي، خلفه أحمد العكيشي، واحد من الأسماء اللي عادت للنجم وعادت معها الإضافة خاصة على مستوى النجاعة والتسجيل وأهداف حاسمة للعكيشي هذا الموسم مع النجم. محمد زياد الجبالي، قيمة وجود حارس ثاني في مستوى الجبالي والمنافسة مع أيمن المثلوثي. محمد العويشي واحد من الانتدابات الأخرى للشبيبة القيروانية، عودة درامي ميكايلو البوركينو من المستقبل الرياضي بالمرسى. إيهاب المساكني، لن أتحدث عن الإضافة التي قدمها للنجم، وحدها الأرقام هي التي تتكلم عن عدد الأهداف، بالإضافة للدبابة الكاميروني الموتور فرانك كام، محمد أمير بن عمر، رامي البدوي، ديوغو أكوستا، عليا البريغي دفاعا وهجوما، وفي الوسط البريغي، جوكير النجم الرياضي الساحلي، حسين جنيح المدير التنفيذي، مدرب الحراس طارق عبد العليم المصري. أينما عمل طارق عبد العليم كانت الإضافة موجودة، في الترجي، في النادي الصفاقسي، في النجم الرياضي الساحلي على مستوى الفورمة والحضور لحراسه. أيمن المثلوثي قائد النجم الرياضي الساحلي ينتظر لحظة تسليم البطولة
من السيد وزير الشباب والرياضة مير بن ذياب والسيد وديع الجرير رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، ولحظة التتويج بالبطولة العاشرة بصفة رسمية للنجم الرياضي الساحلي في أولمبي رادس لهذا العرس الختامي للموسم الرياضي في تونس في انتظار نهاية مسابقة الكأس في أوت القادم. رفع رمز البطولة زياد الجزيري، حسين جنايح، أيمن المثلوثي وعمار الجمل، ومبروك للنجم الرياضي الساحلي، مبروك مجددا للنجم التتويج بلقب البطولة العاشر بصفة رسمية 12 جوان 2016 مع جماهيره التي تنقلت من سوسة ومن كامل أرجاء الساحل التونسي إلى العاصمة للفرحة والتتويج بهذا اللقب. أكيد الأفراح ستتواصل في سوسة في ليالي رمضانية. البطولة العاشرة إذن، وهذا النقل المباشر كما عودتكم الفضائية الوطنية الأولى معكم في كل المناسبات وفي كل المواعيد الرياضية الوطنية اللي كبرنا معاها وكبرت معاها تتويجات وأحلام مختلف الفرق التونسية والمنتخبات الوطنية في المباشر في هذا الموعد الاستثنائي